وعلى ضفاف التخلص من تاركات الحروب والجريمة المنظمة التي لم يشفى منها جسد العراقيين قبل عقولهم، وبداء من فناني محافظة نينوى، أقيمت بمدينة الموصل مسرحية خربانة خربانة، والتي تجري أحداثها حول مناهضة المظاهر الدخيلة على المجتمع الموصلي والعراقي بصورة عامة، كانتشار المخدرات والابتزاز الإلكتروني وانتشار السرقات. وبين الحاضرون أهمية دعم الأواصر الاجتماعية الحميدة عبر نبذ أي ظاهرة تقوض بناء المجتمع سواء بالتمثيل أو غيره من السبل الممكنة والمتوفرة. المسرحية بها عدة رسائل، يعني الرسالة الأولى يعني واضحة فد مرة، اليوم ما شاء الله المخدرات منتشرة على وطن العربي، فإحنا من حرصنا على هذا بلدنا وعلى مدينتنا وعلى عراقنا الحبيب، نريد يعني حتى نقضي عن هاي الظاهرة السيئة اللي ما تليق لنا، هاي واحدة. اثنين، شغلة السرقة وما سرقة، أنه شلون انكشف واحد من الحرامية، أنه بالكاميرات، يعني شجع أنه اربطوا كاميرات بكل الشوارع بكل الأماكن حتى ما ينباق ما ينسرق، هاي منتهي من عدا. أما نصيحتنا للشباب، أنه الشباب اليوم مثل ما يقول بسن المراهقة، شغلة البوبجي ومال مساومة مثل ما يقول مع بنت تعرف عليه ويقوم يهددها، فهم ننصح البنات وننصح الولد أن لا تعطون هاي المسائل، لأن هذا كله تبلغ توديك لتهلكة. طبعا مدينة الموصل معروفة، طبينا في متاهة، احنا مو ان يعني مو كانت من قيمتنا، انه احنا مدينتنا خربت اتدمرت. نشكر كل قواتنا الأمنية طبعا وكل حكومتنا المحلية والمركزية اللي ساعدت بنفض غبار الحرب عن مدينة الموصل الحدباء، مدينة الأنبياء. طبعا الموصل معروفة هي مدينة الأنبياء، بناس الطيبة، بأخلاقها، بثقافتها، بعاداتها الإسلامية. وإحنا نطالب من كل الجهات المعنية، وزارة الثقافة والإعلام، أنه شوية يلتفتون إلى فنانين مدينة الموصل، مسارحها، سينماتها كانت القديمة، هذا كله راح. فنطالب منهم أنه شوية يلتفتون نظرهم إلى الوسط الفني اللي هو مدينة الموصل. واليوم اللي كانت المسرحية هي خربانة خربانة، رسالة توصلت إلى كل العراق وليس مدينة الموصل. بالنسبة كان أبو فتحي اللي هو الساب قيدان 7 في دور أبو فتحي، أنه عنده 4 شباب ما يعرف شنو مصيرهم بداخل البيت، بس ما يعرف شلون عايشين حياتهم. اليوم كنا في يعني حاضرين كنا لمسرحية هي خربانة خربانة من تمثيل طبعا النجم قيدار سبعاوي وحرية وكثير من فنانين المبدعين في مدينة الموصل. حقيقة المسرحية كانت مسرحية رائعة، ويعني مسرحية متميزة ومختلفة، يعني كنا منتظرين هيك مسرحيات، يعني وإبداع متواصل طبعا في هذه المسرحية، وتميز واختلاف أيضا مرة ثانية. أكد على هذا الموضوع لأن إحنا حاليا بحاجة إلى هكذا مسرحيات داخل مدينة الموصل. وطبعا تحدثوا عن موضوع المخدرات وطبعا عن الإدمان وأيضا قضايا أخرى، السرقة وقضايا أخرى، يعني الابتزاز الإلكتروني عبر التليفون. فأكيد يعني في هذه المسرحية يعني لها يعني كل التقدير والاحترام لأستاذ قيدار سبعة، واليوم يعني قدم لنا هيش مسرحية متميزة ومنوعة وتعالج قضايا كثيرة، قضايا اجتماعية مثل ما ذكرنا القضايا اللي قبل شوي ذكرتها. طبعا إن شاء الله إحنا يعني محتاجين بالوقت الجاي إلى مثل هاي المسرحيات، اللي هي لأن الموصل هي ثاني مدينة وثاني محافظة بالعراق، فأكيد إحنا محتاجين هيك المسرحيات، وإن شاء الله بالمستقبل القريب. يا صديق يا بجا راح جميلة فيها تحنك.